عندي عرض في طنجة في شهر ماي حول موضوع الأحكام القطعية. يجب أن نناقش هذا الموضوع، فهي حدود القطعية في الأحكام، وهل يمكن التعامل مع أحكام القطعية أو يمكن مناقشتها أو تجاوزها أو أننا نقف حدا ونبقاو نبكيو. يجب أن نختار واحد الطريق. حينما يكون ضغطا اجتماعيا قويا قد يحدث الاستقرار أو الفتنة في المجتمع، يجب أن نكون شجعان في التعامل مع الدين، لأنه في الدين راه ماشي الكفر اللي خطير أو الإلحاد، هذه ردود أفعال شخصية، ولكن الفتنة، راه الفتنة هي أخطر ما يكون. حينما نصبح أمام مصلحة تقتضيها الوضع الاقتصادي وكذا كذا، راه من المصلحة باش نلقاو لها حل ديني، ولا نخليو الفتنة وينتهي الدين وينتهي المجتمع وينتهي المسلمين، راه ما يمكنش. لذلك المرأة فارضة بزاف في المجتمع. المرأة خصنا نعطيوها حقوقها، خصنا نعيدوا النظر في التعصيب، خصنا نعيدوا النظر في مجموعة الأشياء. إذا بغيتوا تحافظوا على الاستقرار، إذا بغيتوا غير نجاملوا وتنافقوا ونقولوا المرأة عندي هي بحال ترية في الدار، وعلقها، أجي كتقولها لينا. أجي كتقولها لينا. لأنه راه الأمور كتقتضي الآن باش ما يمكنش تكون عندك مديرة في الوزارة وما يمكنش تكون عندك مسؤولة في الوزارة كاش كتقرر في مصير ناس. مصير الناس تجلس معك كدير معك القانون، وغدا يجي شي واحد ما عرفت منين ويدي لها حقها في الإرث ولا يتزوج عليها ولا شي من هذا القبيل بدعوى أنه من حقه. أنا بغيت غير حاجة واحدة نديرها في القانون، لن أعطي الحق للزوج أن يتزوج من امرأة ثانية إلا إذا أدى التزاماته تجاه المرأة الأولى، غير هذه. وهو ما خلص لا نفقة ما هز لا مسؤولية لا والو، كيجي كيقول لك بغيت نتزوج مرأة أخرى، وهذيك المرأة الأولى. وداك الشيء علاش درنا ديك البلاتفورم باش نعرفوا واش نفذ مصاريف الطلاق ولا ما نفذهاش، غير نعرفوا. راه ما عرفناش، راه كتلقى ما خلص حتى شي حاجة ولكن عنده الفلوس ديال الصداق ديال المرأة الثانية. كاين شي حاجة ماشي هي هذيك. سنعيدوا النظر. تكلمنا على نضجع على البنت ديال تيفلت، مزيان، انا عجبتني هذيك الحمله اللي قامت، مزيان. يوم بعد ها حنايا فرحنا وما عطاونا هذوك 20 عام، هذوك عطاونا 10 سنين، تا الموضوع تكلفنا بهذوك الناس الله يجزيهم بخير، الهيئه القضائيه. يا هذيك البنيه ما مصيرها؟ فين درناها؟ اش تكلفنا بها؟ اش عطيناها؟ جاوا الجمعيه تصوروا معها الله يجزيهم بخير، صيفطوا لها تصور الله يكرمكم، دوزوهم في الانترنت مزيان. يوم بعد ها هي دابا خرجت، هي تيما كدور مع واحد الطفل، شكون غادي يوكل ذاك الطفل؟ شكون غادي يحميها هي من البشر؟ شكون غادي يخلق لها حياة في المستقبل؟ هذا ما تيجاوب عليه حتى شي سؤال، غير تصور معاه كلشي سلاتو خلاها. لا، سنكون مجتمع مسؤول. سنكون مجتمع مسؤول، سمح لي. كاينة أشياء كثيرة داخل المجتمع ما يقبلها لا الله ولا الدين. وباسم الدين راه كاينة، ما تمسها، ما تخرب لها، ما تجي ليهاش، ما يمكنش. اسمح لي رأيي، ما يمكنش نمشيو للقدام إلا ما تجرأنا ودرنا خطوات إلى الأمام وتوجهنا. لذلك أنا لا أدعوكم للخروج من الدين. إخراج الدين من هيمنة البعض هو اللي كيطرح لنا المشكل. هناك من يريد أن يهيمن على الدين وباسمه كيعطيك توجيهات ويعطيك. حتى الدول العربية قال لهم من لم يصوت على حزب كذا فهو خارج عن الدين ولن يدخل الجنة. معروفة هذه وخرجت في الصحافة معلقينا في الطرقات. على كل، لذلك انا لا اسعى الى مواجهه اي كان، انا بغيت نواجه غير التخلف والتزمت، هذا هو اللي يهمني. ان المراه امي، والمراه اختي، والمراه جدتي، والمراه زوجتي، والمراه ابنتي. ما يمكنش نخلي انا بنتي في المستقبل عايشه حياتها الزوجيه بهدوء وتجي واحد النهار تدخل لواحد المراه تقول لها انا مرات راجلك. هذه بنتي ما بغيتهاش، ما بغيتش لها هكا. انا بغيت بنتي تعيش مرتاحه، بنتي حتى هي امراه، اختي حتى هي امراه. شي مشيت لشي كليه وقال لي شي طالب قال النساء اخوات الشيطان، قلت اسمح لي انا مرتي ماشي اخت الشيطان، امي ماشي اخت الشيطان، بنتي ماشي اخت الشيطان، لا كانت انت امك هذا شغلك، انا ما ندخل فيها. الا كانت عندكم شي علاقه قريبه مع الشيطان سير اخويا عندها. لذلك غير ما بغيتش تبقاو تحت السلطة أي فكر آخر. خلقوا موقفكم الشخصي وعبروا عليه، راه ما كاينش نص كيمنع. وهذا النص وهذه الجملة هذه اللي جات في خطاب جلالة الملك واللي قصد بها الحوار وقصد بها التفتح وقصد بها الاجتهاد،
كتستعمل اش اسمها كلمه حق يراد بها باطل كيستعملوها غير دابا غير كتكلم تيقول راه قال الحرام والحلال وما كيمنعنيش باش نتكلم العكس كيقول لها سير اجتهد وسير فكر وسير دير وسير دير لهذا انا هادشي علاش كندخل انا بغيت غير نسمع للناس بغيت غير نجلس مع المغاربه دابا المغربي غير كتهضر معاه تيقول لك حرام وحلال تيقلب غير على الحرام شكون ولا يسولك على الحرام ولا الحلال كنتناقشوا في مواضيع متعدده خلينا نتناقشوا نتبادلوا الافكار لانه الا بقينا كنسدوا هكا غنخلقوا واحد الجيل تتعطى له التوجيهات وكيبقى غير في الحال خطير